السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عيدكم. اليوم ان شاء الله غنديروا التقليه. طبيعه الحال كلشي اليوم كيدير التقليه، كلشي المغاربه. وانا قررت نشارك معكم طريقتي. هنا خديت الكرشه، نتوما كتشوفوا كيفاش قطعتها، غسلناها وقطعناها، غسل الاول الريه وهذا والمسران الغليظ. المهم داكشي اللي كنديروا في التقليه. بالنسبه للتوابل خديت 4 فصوص ديال الثوم، خديت الكمون والقزبر يابس، انا القزبر يابس مزيان، وخديت الفلفله الحمراء والابزار والملحه والكركم والسكينجبير والقزبره معدنوس وبصله، بصله كبيره مشلوطه قطع قطع صغيره، والزيتون وحامض. صافي، هادشي اللي غنحتاجو لهاد التقلية. هادي هادو هما العناصر اللي مهمة في التقلية. صافي، نضغطو التقلية ديالنا. ديال القياس اللي يكفيه، ناخذ زيت نباتيه، واخا انا ما دخلتهاش شويه، غير شويه لان هي مدمه. قزبر معدنوس، ثومه، التوابل كلها، البصله، الليزار والملحة، هي الفلفلة الحمراء والليزار والملحة. هنا الكركم والسنجبير، وهنا الكمون والقزبر. بهذا الحال الملحة كلشي درناه. صافي، غنضيف نص كاس ديال الماء، وغنقص البوطه على المال، وغنخليها طيب على خاطر، يعني ما نديرش ما بزاف، غير نص كاس الماء كافي. حتى هي غنطلق الماء، فما نديروش الزيتون بطبيعه الحال كيبقى هو الاخر، هو الحامض، نخليوه هما النخرين. صافي، غنردوها طيب، نسدو عليها ونطلقو ان شاء الله. وفي هاد الاثناء ملي درنا التقليه الطيب، غنعجنوا الخبز، وغنديروا معكم بعجاله، لان عندي في القناه نزل يعني خبز المناسبات. كان خديت 500 غرام ديال الدقيق الابيض، وشي 150 غرام ديال الدقيق المسمد او الفينو، وشويه النافع، شويه الزيت، شويه الملحه، شويه السكر، وجمعت وشويه الملحه، وجمعته بالحليب. وهانتوما معايا لاخر الفيديو. انا خديت لكم، يعني انا درت الفيديو ديال الخبز بعجاله، لان ديجا عندي في القناه. Yeah.
شهور وانت مكبرة وتقاسي العذاب، يا ريت ويا مصاب نقدر نوفي مرغوبين ونكافي الحسان، يا قطعة امي ما واجبة حين الله بغى يزي حناك شوف الفتان حاطوا بينا الحذاب خوف عليك وفرحة بيك ونفستي وانا حداك نتي ما كنتي طاقبة عامين وانتي ترزعيني لحني مساك من تديك راق وطام هو أكلي وشرابي هو أول حوت بيه ذاتي غلات ما طالبة شموي منها أبدا إنسان مو من ساعة الرحمن وحده مالين وتاني ومصدق فرزون ربنا ومالبان سقرية ديالنا وجدات كل جديدة وجدونا مع زيتون محاوط وكل واحد في مشكلة طيبة يعني كل واحد وطريقته نتمنى أن طريقته تعجبكم ونتأكد بأن طريقته تعجبكم وما بقالي إلا نقول لكم السلام عليكم ونبارك عليكم مرة أخرى إلى فيديو قادم بحول الله.